يريد أن يستثمر في شمال سيناء فنحن نرحب به. والسلام عليكم. وزير ممكن كلمة لحضرتك. كلمة أخيرة مبروك مبروك. عندك بقى عندك بس من العسل يمين بس. العسل يكمل معاك. شمال وجنوب بل كل المصريين على خط مباراة المياه إلى شمال سيناء. زي ما ابن قال النهارده نقدر نقول لاي مستثمر تعالى ادخل اتفضل. نقدر نقول للمصريين اللي موجودين في الوادي والدلتا اهلا وسهلا تعالوا اتفضلوا. كل وسائل المواصلات عبر ست انفاق اسفل قناه السويس اقامتها الدوله المصريه بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا كنا الكلام ده متخطط بين 2014 منذ تولي سياده الرئيس 30/6/2014. كل الكلام اللي انتم بتشهدوه وتشوفوه ده كان مخطط من 14. عملنا الانفاق، عملنا الطرق، كل مصالح التنميه الاخرى والمستشفيات لجامعات لمدارس لطرق للزراعه. كل الكلام ده اختتمت في اهم حاجه بقى بتربط كل الكلام ده وهو قطار التنميه. زي ما ابني قال اهلا وسهلا بكل المستثمرين. احنا سينا محتاجه مجهود كل مصري. سينا ارض بكر، ارض فيها كل الخيرات، فيها كل المعادن، فيها كل الامكانيات اللي تنقل مصر ان شاء الله باذن الله نعمه كبيره. مره ثانيه كل سنه وانتم بخير والف مبروك.